صباح الخير، صباح الحركة، صباح القفزة. اليوم برنامج قفزة اللي هو نط على الترامبولينات. تقدروا تخلوا أولادكم في البيت ينطوا على فرشة، أي شيء فيه زنبرك، أو على الأرض، ما بصير إشي. بس أهم شيء ننتبه إنه طريقة النط تختلف، فرح نحط إيدينا هون، تكون طريقة النط لتحت مش لفوق. في نط طولي، بس إحنا رح نعمل كل النط لتحت عشان نقوي الرجلين. يلا جاهزين؟ معنا الأطفال عمر وعلي. يلا ننزل لتحت شوي شوي، الموسيقى، نطلع لشوي شوي لفوق. دائما ايدينا هون، صدرنا لقدام شوي ونطلع لفوق. كمان ننزل شوي شوي لتحت. يلا علي شوي شوي، نقعد ونطلع شوي شوي لفوق. اخر مره ننزل شوي شوي لتحت. هلا بنضلنا تحت، ايدينا هون، ويلا من نط نتفرج على الاطفال. كمان نط على شكل نضرب بكعب الرجل لتحت زي ما انتم شايفين، نضرب بكعب الرجل لتحت ونضل جوا الترامبولين. برافو. نضلنا ننط لتحت، كمان لتحت، ايدينا هون وصدرنا شوي لقدام عشان التوازن. برافو برافو. كمان من هون نرفع الركب لفوق، كل ما رفعنا الركب لفوق ودفشنا لتحت كل ما صارت طريقه النط اقوى. كمان ايدينا هون على الجنب بتضل وصدرنا شوي لقدام. برافو. هاي طبعا احلى شيء للاطفال انه ينطوا على التخت او على اي شيء فيه زنبره. هلا الحركات بتتنوع. هلا رح ندخل لجوا، ايدينا رجلينا جوا برضه. تمام، مع الموسيقى جوا برضه. برافو. جوا برا، مع الموسيقى جوا برا. كمان برافو. كل ما دفشنا لتحت كمان لتحت. يا عمر نخلي ايدينا دائما على الجنب يا علي عشان التوازن. لا، جوا برا، جوا برا، تنتين نطتين، نطتين لبرا. هلا من هون راح ننط واحدة سريعة جوا برا. ايوه، نضلنا تانيين رجلينا وصدرنا لقدام جوا برا. هاي سريعة، خلينا بالنص يا علي. دائما حاولوا اذا في ترامبولين يبعدوا عن الزنبركات، هيك بشدوا عضلات المعدة. هلا من هون على الجنب، جنب. برافو. زي ما انتم شايفين ايدينا هون يا عمر، نشد عضلات المعده عشان نحافظ على توازن الجسم. نثني الركب. هلا عمر عم بنط طولي، بدنا نثني الركب يا عمر هون. ايوه نثني الركب، ايدي على جنب يا علي. برافو ممتاز. اي شيء فيه نط بحرق كثير سعرات حراريه. هلا من هون رح نعمل لقدام رجلينا، ايدي هون يا علي. هلا شوي الجسم بيطلع لقدام ومننط، نخلي الكعب دائما على الفرشة او على الترامبولين. ايدي هون يا علي. يلا برافو. شوف على عمر. برافو. هلا اسرع 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 ورا بعض. برافو. زي مقص. برافو مقص. ايوه يا علي مقص. هلا مع الايدين. يلا كمان ايدي هون. احسن. برافو ممتاز. ايوه هلا من هون رح نعمل حركه جديده. نيجي هون، واحد اثنين، واحد اثنين. كمان شاتشا بنسميها. كمان على الجنب. برافو. خلي ايدينا على الجنب. برافو. هلا من هون نط على الجنب. ايوه ايدي دائما هون على جنب، شد عضلات المعده. نثني الركب يا علي شوي ونضغط على الكعب هون. ممتاز، نضغط على الكعب. ممتاز. هلا من هون مقص. ايدي هون. وين حركه الايدين؟ ممتاز، هيك بيكون حمو. هلا بنريح عضله القلب، بنعمل زي تمارين على الفرشة. جاهزين؟ ناخذ شهيق وزفير، ايدينا هون. يلا ننزل شوي شوي. رح ننزل على الجنب هون، جنب وسط جنب. كمان مع الموسيقى، شوي الموسيقى اعلى. كمان ننزل وسط. برافو ممتاز. في الوسط. هلا هون تمارين تقويه،
الحلو فيها انه انتوا على اشي باونسي يعني بنط. هلا من هون بننزل اكتر وبننزل كمان وننزل. برافو يا علي. وننزل ونفتح، ننزل ونفتح، ننزل ممتاز، ننزل ونفتح ممتاز كمان. هلا هون هاي التمرين عشان تهدي شوي عضلة القلب. هلا من هون بنوقف رجلنا هون، نعمل هون على الجنب، بنخلي كل الثقل الجسم على الرجل اللي هون. نغير الرجل يا علي، نغير الرجل هون وننزل على هاي الرجل. برافو ممتاز، على الجانب ممتاز. هلا من هون شوفوا شو بنعمل، ننزل وبنرفع، ننزل وبنرفع على الجانب، ننزل. هلا في توازن عالي لهم اكثر مني لانه في بانس، في ترامبولين، مش قاسي يعني، مش سهل، فلازم يشدوا عضلات المعده. شادينها يا علي؟ نرفع ننزل ونرفع، ننزل ونرفع ممتاز. نحاول نعمل بالانس يا علي. برافو، توازن كمان. ننزل، هلا من هون ننزل لقدام، ننزل ونرفع، ننزل ونرفع ممتاز. ونرفع رجل مستريت ممدودة، ننزل ونرفع. برافو علي. أيوة أيوة يا عمر ممتاز. ننزل ونرفع كمان. Very good، ممتاز ممتازين. هلأ من هون ننزل، ننزل نرفع نفس الرجل. فيها كثير توازن، هاي صعب عليهم. يلا نغير رجل، ننزل ونطلع. برافو، مش سهلة على الترامبولين أو على أي شيء فيه زنبرك. من هون ننزل. هلأ بدنا نمد إيدينا لقدام عشان نشغل إيدين كمان. أيوة، الأصعب إنه نرفع الإيدين لفوق. يلا نرفع الإيدين لفوق ممتاز، حلو. ننزل ونرفع. أيوة، هلا من هون ننزل بالنص، ننزل من تشير بوز تبع اليوغا، ايدينا فوق وبننزل نقعد. اهم شيء الركب ما تطلع كثير لقدام زي ما انتم شايفين. هون عمر هي ما عم بطلع ركبه، بدها تكون ان لاين مع اصابع الرجلين. هلا من هون جنب ونرجع، جنب ونضلنا قاعدين على الكرسي. ممتاز ممتاز، جنب ونقعد على الكرسي. يا علي هلا ننزل نقعد على الكرسي، تحت 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 وننزل فوق، تحت 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 وننزل بالايدين فوق، تحت تحت تحت. ننزل يا علي، نطلع هون. هلا بدنا ننط، نط فوق، ننزل ونط، نستعمل ايدين هلا فوق كمان. برافو كمان فوق. يلا يا علي فوق. هلا من هون نخلي فوق، من نط لفوق هون ستريت، ايدينا فوق، نرجع بننزلهم لتحت. هلا نفتح رجلين، رح نعمل زي دانس رقص على الترامبولين. جاهزين؟ يلا تويست. ايوه، حرك ايدينا هيك كمان ونطلع الترامبولين. خلي كعبنا على الترامبولين، خلينا بالنص يا علي كمان مع الموسيقى. يلا يا علي هون. ايوه برافو برافو برافو. هلا اثنين اثنين اثنين. ايوه اثنين. يلا يا علي على الجانب. برافو كمان. دايما شجعوا اطفالكم ينطوا، النط بأول عضل. برافو. برافو. هلا لقدام
تنطوا على التخت او على الترامبولين. الدنيا احلى حاجه في الوجود، كمان نعيش الحقيقه وننسى الخلود. برافو، سريع يلا. الحب لازم اسرع. برافو على الكعب، على الكعب مجنونه. يلا سريع هون، وين السرعه؟ زي كانهم بركضوا. اسرع 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 اسرع. برافو برافو برافو، اسرع اسرع اسرع. برافو يا علي، برافو برافو مع الموسيقى، برافو حتى لو تعبنا. يلا ايوه، هلا من هون نريح، نرفع الرجلين لفوق زي كانهم بركضوا لفوق مع الايدين. يلا يا علي لفوق، وين ركبه؟ وين الشطاره؟ ايوه فوق الركب، شوفوا فوق. ايوه فوق، هلا اسرع اسرع اسرع. برافو كمان اسرع، ايدينا هون. برافو، وين رجلينا؟ لفوق. برافو، هلا بنرجع نعمل تويست تويست، ايدينا هون كمان، خلينا بالنص. يلا كمان تويست تويست. ايوه يا علي، برافو، حرك ايدينا. يلا نط الحبله، نط الحبله، نط الحبله هون كمان كمان. يلا نرفع الركب لفوق زي عمر هون، لفوق لفوق. برافو 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 برافو، خلينا بالنص. ممتاز ممتاز، يلا اسرع. هيا ركض 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 ركض، وين الركض؟ سبرنت. يلا 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 يا علي، تعب تعب، شطور علي كمان. وين اللياقه؟ يلا يلا يلا. برافو برافو برافو، ريح ريح ريح، ممتازين. هلا نعمل هون، ريح خفف ايدينا. تعبتوا؟ ممتاز. هلا نمشي شوي شوي، بننزل من ورا الترامبولين، من ورا الترامبولين. تعبتوا؟ كف. هلا رح نعمل تمارين الاطاله، اللي هي تمارين الاسترتشنج. نوقف هون، نطلع رجل قدام ونحطها على الترامبولين فوق هون. برافو، ننزل لتحت شوي شوي ممدودة، ناخد نفس، مد رجلنا على الآخر. ممتاز ممتاز، نحس هون رجلنا عم تطوى. تعبت يا علي؟ يلا نغير رجل الثانية، حط رجلنا على الترامبولين، مدها على الآخر. يلا معلش من التعب، نتوازن يا علي، نركز. برافو. هلا بنوقف هون، حط ايدينا على الخصر، نلين العمود الفقري شوي شوي. برافو، نغير الجهة تانية. دائما اذا بتلعبوا اولادكم على الترامبولينات تاكدوا انه الرجلين مشدودة ما تفك. هلا من هون ننزل شوي شوي لتحت، رجلينا ممدودين، يا منوصل لعند الترامبولين إذا ما منقدر، أو مننزل للآخر من غير ما نعمل باونس، منوقف. برافو عليك. هلا منرجع رجل لورا، منمد إيدينا لقدام، نرفع إيدنا لفوق. ممتاز، شوي شوي منغير الرجل. بعد هالتعب لازم دائما إطالة، نزل الرجل لورا، نرفع إيدنا لفوق. حطينا أغنية مجنونة هاي لعلي. أوكي، هلأ من هون منوقف، نمسك رجل بدها توازن، منوقف هون. تعب علي، هات إيدك عشان تمسك، أنا بمسك لك إيدك وإنت بتمسك رجلك. برافو، دائما الصغار لسه ما بيكونوا متوازنين. نغير الرجل الثانية، يلا نمسك الرجل الثانية ونعمل إطالة. برافو ممتاز. هلا بنرجع بنوقف هون، نعمل إطالة لإيدينا، ما استعملناش كثير لإيدين بالقفزة.
استعملنا الرجلين أكثر، بس لازم نعمل إطالة للإيدين، صح؟ صح يا عمر؟ نغير الإيد الثانية. هلأ من هون نمسك إيدينا لورا، نعمل إطالة لعضلات الصدر، وننزل لتحت. علي إذا مش قادر تنزل خليك فوق، لقادر. برافو. هلأ نطلع فوق هون، نمسك رجل عشان لازم نفكفك مفصل الرجل بعد هالنط كله. نغير اتجاه، نغير رجل الثاني هون، امسك ايدك يلا، نغير اتجاه. هلا بنفتح رجلينا هون وبنمسك رجلينا من الجانب وبننزل لتحت. لازم نعمل اطاله للرجلين منيحه كل هالشغل. امسك الترامبولين اذا تعبت. برافو. نطلع لفوق شوي شوي، نحط ايدينا هون، نعمل اطاله للظهر، نغير الجهه الثانيه. برافو. ناخذ شهيق زفير، نسكر رجلين شوي شوي. كف لعلي، مع انه تعب شوي معلش، بس برافو صغير لانه بالعمر. كف لعمر. ومعكم برنامج قفزة على الترامبولينات، برنامج كله قفز بحرق كتير من السعرات الحرارية. نشوفكم إن شاء الله بالحلقات الجاية وتمارين جديدة مع برامج حركة وريم عامر. يعطيكم العافية.